هدف السبق ضد الفريق المستقبل جامعة وهران. الهدف كاد أن يتحقق لولا العارضة التي أنقذت الحارس مجار، والرد كان في الدقيقة الثالثة بعد سلسلة المراوغات والتوغل داخل المنطقة عن طريق عناصر الجمعية. الضغط يبقى على دفاع الترجي والجمعية تختطف الهدف في الدقيقة السادسة من المباراة عن طريق اللاعب ميباركي. الزوار يحاولون عن طريق الأجنحة ويضيعون في الدقيقة 11. ميباركي يتألق في الدقيقة 14 ويضيف الهدف الثاني للجمعية. هدفان للصفر والمباراة تتواصل بعد أخذ ورد إلى حين الدقيقة 41. الحكم يمنح ضربة جزاء للترجي المستغني، لكن الحظ لم يكن حليف اللاعب فواز والحارس يتصدى ببراعة والنتيجة تبقى على حالها 2-0. الشوط الثاني حاولت الجمعية تكثيف المحاولات لإضافة أهداف أخرى، لكن التسرع وعدم التركيز والغرور لدى بعض اللاعبين غير من مجريات المباراة التي رجحت الكفة لفريق الترجي، حيث سجل أول هدف عن طريق اللاعب مالي في الدقيقة 67. اللاعب يتواصل والحكم يمنح ضربة جزاء للترجي في الدقيقة 78 مع طرد اللاعب مزري، التنفيذ للحارس بالعربي والنتيجة تصبح متعادلة 2 في كل شبكة. الجمعية تنهي ما تبقى من المباراة بعشر لاعبين مع تفوق لاعبي الترجي الذين يضيفون الهدف القاتل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب برباري. النتيجة النهائية 3 أهداف للترجي أمام 2 لجمعية وهران.